بسم الله الرحمن الرحيم. مواصلة لتقديم الدروس المبرمجة للفصل الثالث من برنامج السنة أولى متوسط، نتطرق في هذه الحصة بإذن الله تعالى إلى نقطة جديدة في ميدان تنظيم المعطيات، مقطع التناسبية. كنا قد تطرقنا من قبل إلى التعرف على وضعيات تناسبية ولا تناسبية في أمثلة بسيطة، وتمييز جدول تناسبية من جدول لا تناسبية. الدرس الموالي هو إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق، إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق. في درس اليوم نتطرق إلى إتمام جدول تناسبي. تمهيد: ورد في الصفحة 100 بالرقم 2 من طبعة 2017-2016 وصفحة 90 من طبعة 2018-2017. نص التمهيد يقول: علبة حليب تباع ب 95 دينار، ما هو ثمن خمسة علب؟ ما هو ثمن خمسة علب؟ نترجم الوضعية التناسبية بجدول ندون فيه كل المعطيات. نترجم الوضعية التناسبية بجدول ندون فيه كل المعطيات. في السطر الأول من الجدول سنكتب عدد علب الحليب. المقدار الأول سيكون عدد علب الحليب، في حين أن في السطر الثاني سنتطرق إلى الأثمان بالدينار الجزائري. علبة حليب واحدة تقابلها 95 دينار جزائري. ننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني بالضرب في 95. بالضرب في 95، 1 في 95 تساوي 95، ويمكن الانتقال بهذا الأسلوب لأن الجدول تناسبية كما ذكر سابقا. وهذا ما يعطينا أن 5 علب حليب ب 475 دينار جزائري، ب 475 دينار جزائري. مترجمة في المساواة الآتية: 75 ضرب 5 تساوي 475، معذرة، 95 ضرب 5 تساوي 475. نمر الآن إلى بناء التعلمات بنشاط مقترح. أراد السيد نبيل تبليط منزله الجديد الذي مساحته 69 متر مربع. يحوي المتر المربع الواحد من البلاط على 16 بلاطة كما هو موضحا في الشكل التالي. أولا، ساعد السيد نبيل على معرفة عدد البلاطات التي ستغطي أرضية المنزل كاملة بعد انقضاء الأشغال. لاحظ السيد نبيل أنه تبقى 48 بلاطة فائضة عن حاجته، فقرر أن يرجعها إلى البائع. ساعد السيد نبيل في ترجمة عدد البلاطات إلى أمتار مربع. الحل: الوضعية في هذه الحالة هي وضعية تناسبية، ويمكن ترجمة الوضعية في الجدول التالي:
جدول من سطرين وأعمدة حسب الحاجة. نضع في السطر الأول أو نرتب في السطر الأول المساحات المختلفة، ونرتب في السطر الثاني عدد البلاطات، فتكون المساحة متناسبة مع عدد البلاطات. وهذا ما ورد في نص النشاط، أن مترا مربعا واحدا يحوي على 16 بلاط، ولكن السيد نبي في منزله الجديد يلزمه 69 مترا مربعا، 69 مترا مربعا. وما أثار انشغاله هو عدد البلاطات الموافق ل 69 مترا. ثم يأتي السؤال الثاني، حيث بقي للسيد نبيل 48 بلاطة، واحتار السيد نبيل للمرة الثانية في كم مترا مربعا يترجم 48 بلاطة. لاحظ عزيزي التلميذ أن في الجدول المرفق هنا القيمتين 1 و16 هما قيمتان غير معدومتين ومتقابلتان في نفس العمود، وهذا ما يعطينا الفرصة لحساب معامل التناسبية في الجدول المرفق باستخدام القيمتين المتقابلتين، فيكون معامل التناسبية في هذه الحالة 16 قسمة 1، وهذا ما يساوي باستخدام العملية 16 قسمة 1. 16 على 1 كتب على شكل كسر، ثم يكتب على شكل عملية قسمة، ويكون الناتج 16. ومنه عدد البلاطات وهو المجهول الأول التي تغطي كل الأرضية، يحسب 69 ضرب 16، وننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني بالضرب في عدد ثابت وهو 16 في هذه الحالة الذي يمثل معامل التناسبية، فيكون الحاصل 1104. وبهذا الشكل نكون قد ساعدنا السيد نبيل على حساب عدد البلاطات اللازمة لتغطية أرضية منزله الجديد. ودعنا نساعده لمعرفة كم مترا فائضا عن حاجته، ولهذا نقوم بقسمة عدد البلاطات 48 على معامل التناسبية المحسوب آنفا، 48 قسمة 16، فيكون الحاصل هو 3 أمتار،
ثلاثة أمتار. ولاحظ عزيزي التلميذ أن القيمتين 1104 والقيمة 3 لم ترد في معطيات التلميذ في معطيات التمرين، وكان واجبا عليك إيجادها، وكان واجبا عليك إيجادها. وباستخدام العددين المتقابلان استطعنا إيجاد القيمتين المجهولتين وملأنا بهما الجدول. نمر إلى محصلة ما تعلمناه من معارف. صفحة 104 في النسخة القديمة و93 في النسخة الجديدة. ونقول يمكننا إتمام جدول تناسبية كلما عرفنا عددين غير معدومين، وأركز أن لا يكون معدومين، عددين غير معدومين متقابلين في نفس الجدول. مثال على ما نقوله، الجدول التالي هو جدول تناسبية، وهذا فرض معطى. ورد الجدول بثلاثة أعمدة وسطرين، وهو جدول تناسبية من المعطيات. وكما تلاحظ عزيزي التلميذ أن الجدول ورد ناقصا، تنقص قيمتان من الجدول. الجدول التالي ورد غير مكتمل، وسنقوم بإتمامه كما فعلنا في الجدول السابق من النشاط. ولاحظ عزيزي التلميذ أن القيمتان 9 و5 متقابلتان في الجدول. القيمتان 9 و5 متقابلتان في الجدول، وهذا ما سيعطينا فرصة لإتمام الجدول باستخدامهم. والعدد الذي نضربه في 5 وينتج 9 هو 9 على 5، 9 قسم 5 وهو 1.8، وهو 1.8. نستغل العدد بقسمة الجدول إلى جدولين مختلفين، فنضع في الجدول الأول 7 في 1.8، فيكون الناتج 12.6، 12.6. و23.4 قسم 1.8، فيكون الناتج 13. وبالتالي العددان 12.6 و13 يتممان الجدول السابق. ونقول عن العددين 12.6 و13 هو الرابع المتناسب في الحالتين السابقتين. ومعنى هذا أن 12.6 ورد هو رابع 3، 9 5 7 وردت في المعطيات، و 12.6 يسمى الرابع المتناسب. ولاحظ عزيزي التلميذ أن الرابع المتناسب يمكن أن يكون إما في السطر الأول أو في السطر الثاني، كما ورد الحال بالنسبة للقيمة 13. العددان 13 و12.6 هو الرابع المتناسب في الحالتين. لدينا بعض الملاحظات التي يجب التطرق إليها وتناولها
بدقة قبل إتمام جدول نتأكد من أنه جدول تناسبي. فاحترص عزيزي التلميذ أن الطريقة التي درسناها في الحصة في هذه الحصة لا تصلح إلا إذا كان الجدول جدول تناسبية، فلا يمكن ملء جداول لا تناسبية بهذه الطريقة. ونتأكد إما من سياق التمرين أو من معطيات سابقة واردة في النص. إذا كان حاصل قيمتين من السطر الأول على قيمتين من السطر الثاني على الترتيب غير متساويين فإن الجدول هو جدول لا تناسبية. مثال بسيط في عجالة، ونقول 7 14 9 20 8 16. ونقوم بقسمة القيمة الأولى من السطر الأول على القسمة على القيمة الأولى من السطر الثاني. 7 14 تساوي 0.5، في حين أن 9 20 وتسعة وردت في السطر الأول على 20 وردت في السطر الثاني تساوي 0.4 في التقريب. الملاحظة الثالثة، عندما نريد أن نتحقق من أن الجدول هو جدول تناسبي يكفي حساب قيمة السطر الأول على قيمة القيمة التي تقابلها، ونركز على كلمة تقابلها، من السطر الثاني، ثم نتحقق بضرب هذا الحاصل في القيم الأخرى لأحد السطرين ومقارنة النتائج مع قيم السطر الآخر فمثلا إذا أعطينا هذا الجدول 3 9 21 5 15، نقوم بقسمة قيمة السطر الثاني 9 على 3 تساوي 3، ونضرب القيم السطر الأول في العدد 3 فيكون لدينا 7 ضرب 3 تساوي 21، وخمسة ضرب 3 تساوي 15، وهذا ما يدل على أن الجدول المعطى هو جدول تناسبي.
والآن عزيزي التلميذ نقوم بحل تمرين لترسيخ المفاهيم، نقوم بحل تمرين لترسيخ المفاهيم، واخترت لكم التمرين 10 صفحة 108 من طبعة 2016-17، وهو نفسه التمرين 5 من الصفحة 97 من الطبعة الموالية لها 2017-2018. وورد نص التمرين كالآتي: يبيع بائع الزهور باقات من الأزهار حيث أن السعر متناسب مع عدد الأزهار المشترى، وثمانية أزهار ب184 دينار. وبما أن الوضعية هي وضعية تناسبية، كيف لنا أن نعرف من معطيات التمرين السعر متناسب مع عدد الأزهار؟ فنترجم المعطيات في الجدول الآتي، ويكون المقدار المنظم في السطر الأول هو عدد الأزهار، والمقدار المنظم في السطر الثاني هو سعر هاته الأزهار. ولدينا من المعطيات 8 أزهار ب184 دينار. 8 أزهار ب184 دينار. ولاحظ عزيزي التلميذ أن الجدول ورد ناقصا في القيم الفارغة والموضحة عليه، والمطلوب هو إتمامه. نختار قيمتين متقابلتين في الجدول، لإيجاد معامل التناسبية الخاص بهذا الجدول، ويكون معامل التناسبية 184 على 8 يساوي، نكتب على شكل عملية 184 قسمة 8، وهذا يساوي 23 نرتب معامل التناسبية في الجدول كالآتي: السطر الأول ضرب 23 لإيجاد قيم السطر الثاني، فيكون لدينا 4 أزهار ضرب 23 تساوي 92 دينار. 92 دينار. و 12 زهرة ضرب 23، 12 زهرة ضرب 23، فنحصل على 276 دينار. 276 دينار. ثم 20 زهرة ضرب 23، فيكون الحاصل لدينا 460 دينار. 460 دينار. وبهذا الشكل نكون قد أتممنا جدول
التناسبية المعطى بالقيم الثلاثة المعلمة بالأحمر، وهي قيم متناسبة مع القيم المعطاة فيه. ونتطرق لترسيخ المفاهيم أكثر إلى التمرين المعطى التالي. انقل وأتمم الجداول التالي. مجموعة من جداول التناسبية، الجدول الأول ثلاثة تسعة سبعة، والجدول هو جدول تناسبية. إذا سنختار القيمتان المتقابلتان تسعة قسم ثلاثة لحساب معامل التناسبية، ويساوي تسعة قسم ثلاثة وتساوي ثلاثة. إذا سبعة ضرب ثلاثة للحصول على القيمة الناقصة من الجدول، سبعة ضرب ثلاثة تساوي 21. الجدول الثاني ثمانية اثنى عشر ستة، والقيمة الرابعة المتناسبة مع القيم الثلاثة المعطاة وردت مجهولة، وعلى هذا الأساس سنحسب معامل التناسبية بقسمة عددان المتقابلان على بعضهما البعض. 12 قسم 8 تساوي 12 قسم 8 وتساوي 1.5 1.5. السطر الأول في معامل التناسبية تعطينا قيم السطر الثاني، ستة ضرب 1.5 تساوي 9 تساوي 9. ونكون بهذا الشكل قد أتممنا جدول التناسبية الثاني. نضيف مثالا أخيرا في جدول تناسبية ثالث. سطران وعمودان، عشرون ثمانمائة ألفان، والرابع المتناسب المجهول في هذه الحالة ورد في السطر الأول، ونكتب ثمانمائة على 20 تساوي
800 قسم 20 وتساوي 40. معامل التناسبية هو 40. نبحث عن قيمة في السطر الأول فنقول أن العدد قسمة 40. للعودة إلى السطر الثاني فيكون الناتج 2000 قسم 40 تساوي 50. وبهذا نكون قد أوجدنا رابع المتناسبة للثلاث قيم المعطاة وملأنا جدول التناسبية المدرج في المعطيات. ويمكنك عزيزي التلميذ كواجبات منزلية أن تنجز التمارين من 5, 6, و7 صفحة 97، 5, 6, 7 صفحة 97 من الطبعة 2017 وهي نفسها 80 10، وهي نفسها 80 11 12 13 صفحة 108 من الطبعة 2016 2017. ونكون بهذا الشكل أعزائي التلاميذ قد أنهينا الحصة المتعلقة بإتمام جدول التناسبية. وإلى الملتقى، والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.